طيب ناخد مصطفى أشرف لاعب نادي الزمالك اللي الكلام عليه النهارده، هناخد بقى والده عشان يقول لنا ايه قصة تعاقد نادي الزمالك مع نجله مصطفى أشرف، والأهلي كمان كان عايزه. تمام، أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. إزاي حضرتك يا فندم؟ أخبار حضرتك؟ مشرفنا ومنورنا في الاستوديو. الله يخليك يا فندم، الله ما يخليك. هي قصة مفاوضات نادي الزمالك مع مصطفى؟ السلام عليكم الاول، او مساء الخير او صباح الخير. والله يعني هي طبعا المفاوضات وصلت لمراحل متقدمه لحد دلوقتي، وان شاء الله يعني يكون في الساعات القادمه اللي جايه ديت تحسم نهائيا. من يمتنا احنا الحمد لله توصلنا لكل حاجه. في بعض خلافات ما بين الطرفين، الزمالك ومنشن جلادباخ، في نسبه العقد بعد البيع، وازاي اللي هو يعني طريقه الدفع. فهذه الحاجات ديت هم بينهم هم الاثنين، وان شاء الله لما تتم بيكون كل شيء تمام ان شاء الله. بس ما فيش وقت. طبعا يعني هو لحد بكره ان شاء الله الامور ان شاء الله هتكون 100% خلصانه. طيب اتمنى يعني. يعني هي ان شاء الله خلاص في الرتوش الاخيره يعني. اه. طيب كلمنا عن مصطفى بقى، الناس عايزه تعرف مصطفى لاعب بروسيا مونشن جلادباخ بيلعب في سنه كام؟ والله مصطفى، مصطفى مواليد المانيا 2004. بدأ في مونشن جلادباخ من سن ست سنوات، تدرج فيه، والحمد لله يعني من سنتين كده مضى عقد احتراف للفريق الاول، بيتصعد من وقت لاخر بيلعب هناك يعني، بعد ما خاض مع منتخب الناشئين هنا في المانيا مراحل السنيه من 15 16 17 18، وكان هو كابتن المنتخبات لحد ما جالنا استدعاء يعني فكره ان هو يلعب لمنتخب مصر، وكانت فكره كويسه ان مش هيلعب هنا يعني، هو هنا كان تحت 19، لما جاله ان هو يلعب تحت المنتخب الاولمبي رحب بالفكره وحب يجرب ويخوض، والحمد لله نجح معاهم وعمل اسم هنا، واتمنى ان هو يعمل اسم كمان جديد هناك في مصر ويكون اضافه كبيره لنادي الزمالك ومنتخب مصر ان شاء الله. طيب هل فعلا كان كولر يعني متابع اللاعب وعايز يضمه للنادي الاهلي؟ يعني الكابتن كولر يعني او مدرب كولر طبعا هو شافه، على كلامنا ان هو شافه مع المنتخب الاولمبي كذا مره، وبناء عليه بدات يعني المفاوضات عن طريقنا كانت في الصيف. في الصيف حصل يعني طبعا الامور كانت شويه بين الطرفين، بين الاهلي وبين الزمالك، من ناحيتنا احنا ما كانش فيه مشكله من اتجاه الاهلي ومنشن جلادباخ في المسائل الماديه، وبعدين ما تمتش، رجعت تجددت تاني في الشهر ده من اسبوع كده كمان، وبرضه كان حصل في خلاف بين منشن جلادباخ والاهلي برضه الامور الماديه ونسبه البيع، في حاله البيع يعني مره اخرى ما حصلش فيه اتفاق، ويعني وقفت او ما وقفتش او اتجمدت المفاوضات. مين اللي كلمك من النادي الاهلي؟ يعني اتكلم مسؤول كبير في النادي الاهلي ومدير من التعاقدات، واتكلم معاه شخصيا. يعني مش حد قاعد جنبي يعني؟ لا، بس الكابتن سيد تقريبا في الصيف اللي فات كان عنده خلفيه عن الموضوع. على ما انا سمعت كان في خلفيه، وان اتعمل ملف تقرير لمصطفى من محلل الاداء، وناس جت هنا شافته، على حد ما سمعي في ناس جت من هنا شافته مرتين او ثلاثه، وهو اللي رشحه كمان لنادي الزمالك. طيب هل طبيعه الميول الاهلاويه او الزملكاويه ممكن تحسم الموضوع، ولا هو بشكل محترف 100%؟ انا حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي مثلا يعني؟ يعني هو انا اهلاوي. وعندنا يعني احنا نص نص، في نص اهلاوي هنا وفي نص زملكاوي. انا اهلاوي زوجتي زملكاويه. فطبعا ومصطفى مصطفى 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 يعني في حد ذاته هو متربي هنا، بيحب الكره المصريه، ولكن يعني ما فيش يعني الراجل محترف ماشي يعني فير للاثنين. هنعديها 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 بس عشان الراجل لسه في مفاوضات.
تمام، مين اللي كلمك في الزمالك؟ مسؤول كبير جدا في الزمالك وكبير قوي يعني. يعني سنه كبير يعني ولا هو كبير ولا ايه؟ المسؤول كبير تمام. يعني يعتبر الراجل التاني، واتكلم معاه بصفه شخصيه. الراجل التاني يبقى رشدي اباظه. لو قلت لي الراجل التالت هقول لك احمد زكي. ده اللي انا اعرفه. هو احمد، احمد بس يبقى احمد سليمان حبيبي. جبتك اهو، جبتك. طيب ماشي، بالتوفيق وان شاء الله كل الخير لمصطفى، لعيب كويس وان شاء الله. بس انا عندي تعليق بسيط جدا. اتفضل. يعني على المنتخب. اتفضل. يعني ارجوكم بلاش، يعني بلاش نشد جد قوي على المدرب. انا من وجهه نظري بسيطة. أنا كدرست تدريب هنا واشتغلت فيه، أنا شايف إن المنتخب تطور كبير جدا جدا. لو نلاحظ في الثلاث سنين، رغم إن هو لعب فاينل ولكن ما كان أداء باهت بصراحة. أرجو إن أنت تتحدثني، أنا هقول رأيي. فلعب كان فيه أداء باهت جدا، إنما البطولة دي رغم إن هو خرج مبكر ولكن كان أداء هجومي مفتوح، كرة مفتوحة بيلعبها، تخلى عن الكرة الدفاعية اللي احنا تعودنا عليها في مصر. تمام. بالعكس كان بيلعب كرة هجومية جدا. تمام. واتمنى ان الراجل ده يؤدي كمان، او ان هو يقوي النزعة الهجومية عندنا، لان احنا مصر مشهورة بالاكثر شيء بالكرة الدفاعية. بشكرك. رأي متواضع. بشكرك، رأيك محترم يعني. طبعا. بشكرك يا فندم، والتوفيق لمصطفى ان شاء الله، ونسمع خبر كويس باذن الله على مصطفى غدا ان شاء الله. طيب، صفقات نادي الزمالك اللي تمت إلى الآن: مهاب ياسر ده لاعب الداخلية، وياسر حمد ده اللاعب الفلسطيني، وأحمد حمدي لاعب الأهلي السابق، وناصر ماهر، ومحمد عاطف. محمد عاطف واحد من اللعيبة اللي طبعا الجميع يتحدث عنه أن ليه مستقبل كبير جدا في الكرة المصرية، والأوغندي متيابة، ومحمد شحاتة إعارة من طلائع الجيش بنية البيع، ولازال موضوع عبد الله السعيد متوقف على موافقة رئيس أو مالك نادي بيراميدز الأستاذ القدير سالم الشمسي. ده الصفقات إلى الآن اللي تمت لنادي الزمالك، وهناك في مفاجآت أخرى. لازال في كلام على فادي لاعب سموحة إلى الآن، فادي فريد لاعب مهاجم سموحة، في كلام عليه ومفاوضات لازالت قائمة. والبرازيلي سوزا المحترف في الدوري البرازيلي، لو القيد اتمد عشان دي الوقت يعني، سوزا يعني هيكون متواجد في نادي الزمالك. دي الصفقات الخاصة بنادي الزمالك. وكنا يعني انفردنا بخبر جوميز، البرتغالي جوميز لم يصل القاهرة حتى الآن، عكس كل ما تم تسريبه اليوم بأنه متواجد في القاهرة. المدرب هيصل فجر الخميس عشان يجتمع مع إدارة نادي الزمالك وإعلان التعاقد معاه. والكلام اللي احنا قلناه هنا في البرنامج، الحمد لله رب العالمين، كل الناس قالت هوفكنز البلجيكي، لكن هنا أول من قال جوميز مديرا فنيا ويقترب من نادي الزمالك هنا في البرنامج كعادتنا وانفرادتنا، والكلمة اللي بتتقال هنا بتبقى الحمد لله صحيحة بنسبة 100%. حتى فنجادة اللي قلنا عليه كان فعلا في مفاوضات وتم الاعتذار ليه في وقت سابق. نشوف الفيديو ونرجع تاني. من الأخبار الهامة للقلعة البيضاء نادي الزمالك: خوسيه جوميز يقترب من تدريب نادي الزمالك. خوسيه جوميز هو برتغالي، المدرسة البرتغالية بتقترب من تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك. خلاص هوفكنز البلجيكي ده كان متواجد، لكن يعني بنسبة كبيرة مش هيكون متواجد تدريب نادي الزمالك. في بعض الأسماء زي ما قلت لكم، في برادلي، في فينجادا، لكن خوسيه جوميز هو أبرز المرشحين لتولي قيادة نادي الزمالك في الفترة القادمة، وممكن يكون الأسبوع القادم. طيب كابتن حسن. نعم. إيه رأيك؟ معلش لازم أخد رأيك تاني، لأن النهاردة معتمد جمال
والزمالك فاز على الرجاء وشفت منظر ولقطه لازم يبقى ليك تعليق عليها، اللي هي اللعيبه بتجري تبوس معتمد جمال وتحضن معتمد جمال، يعني كأن طب ما كملوا الحلقه دي. طيب ونسى الحلقه دي. طيب هي يعني ده انفراد لينا، معلش يا كابتن علاء، احنا بنحب بس لان كل الناس قالت لك هوفكنز البلجيكي هو مدير، يعني الناس طلعت قالت رسمي، لكن احنا قلنا جوميز في نفس التوقيت اللي الناس بتعلم فيه البلجيكي، فاحنا بنقول جوميز، وده اللي خلانا نتكلم عشان نحفظ حقوقنا، لان الاسم كان جديد، كان اول مره يتقال في مصر يا كابتن سيد. طيب ايه رايك صفقات نادي الزمالك؟ لا صفقات كلها طبعا اكيد قويه جدا. الزمالك محتاج تدعيم كتير، وفترة التخطيط اللي فتحها دي او ما غير اما دفع الغرامات اللي عليه اعتقد هيستفاد منها على قد ما يقدر، يمكن متاخر شويه لكن واضح ان هو عمل تدعيمات كويسه. في لعيبه كانت قبل كده ولعيبه كانت كلها مش موجوده زي احمد حمدي، لكن هو في لعيبه انا كانت عيني عليه من اول خمس دقايق ما شفته. محمد عاطف طبعا. لا والله والله العظيم. زي انا زي ما انا قلت انا شفته لقطه واحده بس كده من حوالي كام شهر، اتكلمت عليه عندنا في مودرن فيوتشر. لا والله. والله توم لعيب ده كويس قوي بتاع طنطا، بس ما 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 كانش فيه بقى انك يعني تتابع، لكن هو واضح ان بالظبط كان خمس دقايق قلت اللعيب ده كويس جدا كمان، فواضح ان نادي الزمالك شاف محمد عاطف، هو لعيب كويس جدا ومفيد جدا، ومبروك على الزمالك اللعيب، واكيد مبروك للعيب على ان هو انضم لنادي الزمالك. قبل ما اروح لكابتن اكرامي، مهندس فرج عامر اهلا بيك. مهندس فرج كابتن مهيب، طبعا بمسي على حضرتك وعلى ضيوفك، طبعا انت معاك يعني الاساتذه الكبار طبعا ربنا يخليك منهم. ربنا يخليك اكرامي والكابتن سيد عبد الحفيظ. الكابتن علاء ميهوب طبعا سعيد جدا. الله يخليك انا احييهم وارحب بيهم في الاستوديو تحت امرك. يعني انا دايما بسعد باللقاء معاك وبارائك وخبراتك الكبيره جدا. هل فادي فريد بيقترب بالنادي الزمالك واين توقفت؟ احنا اتفقنا بس احنا لغايه دلوقتي ما جالناش ورق، يعني يعني احنا اتفقنا بس الاتفاق حتى هذه اللحظه لم ينفذ من جانب نادي الزمالك. الزمالك خد من عندنا لاعب شاب لاعب باسكت ناشئ، لكن فادي فريد احنا اتفقنا، بس انا في انتظار طبعا تفعيل القرار من الزمالك. هو القيد هيتمد شويه المحلي؟ معرفش. ما جاش ليك اي حاجه عن تمديد فترة القيد المحلي؟ لا ما عنديش أي فكرة. أوكي. بس الزمالك عايز فادي فريد وإحنا اتفقنا على كل حاجة، ناقص بقى إن التنفيذ. تمام، أنا بتكلم على ضيق الوقت بس، يعني النهاردة أنا إحنا جاهزين، إحنا متفقين، إحنا كنا متوقعين النهاردة إن الأمور كلها تتم، لكن حتى هذه اللحظة لسه ما تمتش. طيب. أنا مش عارف بقى القيد ظروفه إيه. ولسه بكره ممكن بكره تلاقي كل حاجه تمام، طالما اتفقتوا على كل حاجه. هو موضوع شيكات بقى، موضوع شيكات. نعم. موضوع شيكات فقط، فلوس. احنا اتفقنا على كل حاجه. تمام معاك التنفيذ طبعا، واحنا سعداء بهذا الاتفاق. تمام، معاك كابتن سيد عبد الحفيظ. باشمهندس فرج، ازي حضرتك؟ كل سنه وحشني، منور. كل سنه وحضرتك طيب. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، يعني دي حقيقه. الحقيقه الاجواء في سموحه دي مش مره ولا اتنين ولا تلاته، ده عشرات المرات. يعني فادي فريد واحد من اللعيبه كويسه، هو من ناشئين النادي الاهلي اصلا، يمكن لاعب في المقاولين الفتره اللي فاتت او السنه اللي فاتت تحديدا. يعني النهارده بيتوج في سموحه، لعيب كويس قوي، بيتطور، لعيب ممكن ما يوصلش لدرجه 9 من 10 دلوقتي، لكن في ارتفاع مستمر. دي مش اول مره تحصل في سموحه، حصلت مع احمد عبد القادر، وحصلت مع ناصر ماهر، وحصلت مع احمد فتوح في الزمالك. يعني في اجواء واضح انها بتبقى بتساعد على تطور مستوى، وبالتالي بيبقى في بالدرجه بتبقى 4 او اقل من كده، بتوصل ل7 و8 و10. فبحييك على الاجواء اللي انت عاملها يا كابتن سيد، ده احنا بنتعلم منك يا كابتن. لا لا دي حقيقه والله خالص. يعني فواضح ان في اجواء هناك، اجواء كوره واجواء احترافيه عاليه جدا، بتاخد من مستوى بيبقى تصاعدي لحاجات كتير جدا، فبحييك وبحيي المنظومه عندك. العفو العفو العفو. تمام. كابتن احمد سامي برضو ليه دور كبير طبعا طبعا طبعا. طيب هو راجل مجتهد وبيشتغل بهدوء، بنحاول نوفر له المناخ المناسب على قدر الامكان، والحمد لله ان في ناس كتيره قوي طبعا غالبيتها كانت من الاهلي وكلها راحت المنتخبات، واحنا بنتشرف بيهم يعني. وبرضو
لاعبين من الزمالك الحمد لله برضو بقوا نجوم كبار قوي في المنتخب، وبدايتهم كلها كانت في نادي سموحة، واحنا برضو طلع من عندنا ناس راحت المنتخبات وراحت الزمالك وراحت الاهلي الحمد لله، والدنيا مستمرة. تمام. لازم اخد تعليق منك على خروج منتخبنا الوطني يا باشمهندس. حاجة محزنة جدا. طبعا للأسف هو كان فيه انقسامات أكيد، لأن ما كانش الجو هو المثالي داخل المنتخب طبعا. كلامك مظبوط 100% وأنا بأكد عليه وببصم عليه. فالانقسامات دي هي يعني للأسف بداية الفشل. مصر فيها قاعدة كبيرة جدا من اللاعبين، وفيها أعداد كبيرة جدا من اللاعبين. وجهة نظري أنا ان انا اختلف على بعض الاختيارات، لكن جايز هم عندهم اسباب بعض اللاعبين، يعني في بعض اللاعبين احنا تجاهلناهم، كانوا اعتقادي الشخصي او متابعتي الدقيقه للكوره تؤكد ان هم كانوا ممكن يكونوا اضافه كبيره قوي للمنتخب. انا زعلان جدا ان مصر تظهر بالصوره دي، لان طبعا افريقيا السمراء بتشوف اللاعبين بيلعبوا على حياتهم، بيقاتلوا قتال فظيع، فشايف الكورة بتتغير. هم طبعا غزوا العالم، واحنا لازم نلاقي طريقة يعني ان المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب لازم دول لازم يحترفوا باي طريقة، لان طول ما الاهلي والزمالك اقوى من يعني هم طبعا ناديين كبار قوي، ودول مؤسستين عملاقتين ودورهم كبير قوي في الكورة، بس طبعا هم بيستأثروا باللاعبين، وعقودهم طبعا كويسة جدا بالنسبة للاعبين المصريين، فاللاعبين بيفضلوا يلعبوا في مصر هنا، كل لاعب امله يلعب في الاهلي او يلعب في الزمالك، لكن احنا لازم نلاقي طريقه زي ما اتحاد الهاندبول لقى طريقه يوسع قاعده المحترفين الاجانب فتسيبنا افريقيا، فاحنا لازم نحط نظام ان ندي للاعبين بتوع المنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب اولويه في ان هم يحترفوا، واكيد دول مانعين كوادر ثانيه ومستويات ثانيه ان هم يطلعوا. مصر مليانة مواهب ومصر مليانة كفاءات وقدرات، لكن أنا أتمنى أن مصر يبقى فيه 300-400 لاعب محترف لأوروبا، دي أنا أتمنى ذلك عشان يبقى عندنا منتخب قوي، لأن الكرة دلوقتي قتال، يعني ثبت أن الفرقة الجاهزة بدنيا واللي عندها قدرات بدنية واللي بتصارع صراع كبير من أول دقيقة لآخر دقيقة هي اللي بتكسب. تمام. الحرفنة والكرة البطيئة وأن أنا أعتمد على اسمي، لا، الكرة مجهود ولياقة والكرة قتال قتال قتال، ده اللي شفناه. فالكرة بتتحول إلى أفريقيا السمراء، دول شمال أفريقيا بتتراجع أمام أفريقيا السمراء، فاحنا وصلنا لمرحلة محدش عارف مين اللي هيكسب بطولة أفريقيا، لكن هي قد يكون دولة غريبة جدا، قد يكون الرأس الأخضر طبعا، قد يكون أي حد، قد يكون نيجيريا، لكن أفريقيا السمراء تسيدت الكرة، وده خطر على الكرة المصرية. بشكرك باشمهندس فرج، وبالتوفيق ان شاء الله، وتوفيق لسموحه ايضا ومنتخبنا وكل الأندية.